مشاهدينا أهلا بكم في عدد جديد من حصتكم نقاش مفتوح. 20 أبريل يوم مميز في تاريخ الجزائر الحديثة ونضالاتها السياسية من أجل الحفاظ على أبعاد الهوية الوطنية ألا وهو البعد الأمازيغي. نضال توج بجملة من القرارات التي تهدف إلى ترقية الأمازيغية لغة وثقافة وتراثا، وهذا منذ منتصف التسعينيات، كما عزز مكانتها أكثر التعديل الدستوري الأخير بترسيم اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية وإنشاء أكاديمية لدى رئيس الجمهورية لترقيتها وتطويرها في كل تنوعاتها اللسانية. قرارات أخرجت البعد الأمازيغي من الاستغلال السياسوي ليكون بذلك الربيع الأمازيغي ربيعا حقيقيا يحمل ألوان هذا الفصل بخصوصيات وتنوعات أمازيغية لكل منطقة من الوطن، بما يعزز لحمته وتماسكه في وقت يراهن فيه البعض ليكون الربيع هو خريفا لتفكيك الوطن على غرار ما يحدث في بعض الأوطان من العالم العربي. لمناقشة الموضوع نسعد بأن يحضر معنا معالي وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، ليس بحكم المنصب الذي يشغله في الحكومة، لكن من خلال مساره المستميت من أجل الثقافة الأمازيغية في النشاط الحزبي ثم في الحركة الثقافية البربرية الأمسبي. أهلا بك معالي الوزير، وأهلا بك المناضل المستميت في من أجل البعد الأمازيغي في الهوية الوطنية. شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحييك وأحيي كل المشاهدة والمشاهد الكريم تحية القلب. فميرثي تينوف جايجين يدف كانو كنادي لي غساكين غادي تذول تاكي كنادي المسلاي غافي ذلس غافو ثلاث أمازيغ وأذيني غزولك إيكاد يغدي توالين أما ذي ثمورث الجزائر أما ذي ثمورث تافارانيث برا الحدود ديال الغرفة وديني أزول نتيمات أزول نتلويث أزول نتذوكلي. أهلا سيد الهادي ولد علي. نسعد أيضا بأن يكون معنا البروفيسور عبد الرزاق الدوراري وهو أستاذ التعليم العالي في علوم اللغة والترجميات وهو أيضا مدير المركز الوطني البيداغوجي لتعليم تمازيغ. أهلا بك أستاذ. شكرا فوزية شكرا على الدعوة وعلى الاستضافة. أهلا وسهلا، مرحب بكم. نسعد أيضا بأن يكون معنا الدكتور محمد زردومي وهو أستاذ التعليم العالي في علوم التربية. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا زميلتي فوزية. نعم، وقبل أن نخوض في النقاش نتوقف مع الزميلة راديا تشاتشي في التقرير التالي، نتابع ثم نعود. احتفال بالربيع الأمازيغي هذه السنة له نكهة خاصة في ظل مكسب وطني وسياسي تجسد في دسترة اللغة الأمازيغية وترقيتها إلى لغة رسمية ووطنية. إجراء حمله التعديل الدستوري الأخير ليمنح هذه اللغة والثقافة سندا قانونيا وسياسيا كبيرا وبعدا اجتماعيا عميقا من خلال التصالح مع مكونات الهوية الوطنية التي اجتمعت في العروبة والإسلام والأمازيغية، متبوئة بذلك مكانتها الطبيعية كرافد من روافد التراث الجزائري الذي أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن تثمينها ما هو إلا تعزيز للوحدة الوطنية وتمتين للحمة المجتمع. ولأن عملية تطوير الأمازيغية تستوجب بذل المزيد من الجهود من أجل تجسيدها، شدد رئيس الجمهورية على أهمية إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية التي ستساهم بشكل كبير في نزع كل العراقيل التي تقف في وجه المضي قدما نحو الرقي بهذه اللغة، وذلك باعتماد المناهج العلمية الكفيلة بتطويرها وتفعيلها في الإبداع العلمي والفكري والأدبي والإعلامي، وضمان تعميم استعمالها وتداولها بين الجزائريين قاطبة. هذا التداول الذي شهد قفزة نوعية منذ دخول اللغة الأمازيغية الفضاءات التربوية وتوسعت رقعة تدريسها عبر 22 ولاية هذه السنة مقابل 11 ولاية العام 2014،
ليكون الرهان بلوغ 32 ولاية الموسم الدراسي المقبل من خلال تخصيص أزيد من 500 منصب مالي، كما لها من التواجد بالفضاء الجامعي الحصة الهامة من خلال إحصاء آلاف المتخرجين من أقسام اللغة والثقافة الأمازيغية عبر عديد المعاهد والجامعات. كما اكتسحت مجال الإعلام بكل وسائله السمعية والسمعية البصرية والمكتوبة وحتى الإلكترونية لتحظى بمكانتها بين مختلف مكونات المجتمع الجزائري. دسترة الأمازيغية مرحلة جديدة نحو بناء استراتيجية وطنية تهدف بالدرجة الأولى إلى ترقيتها لغة وثقافة وتراثا وطنيا. إذن ونبدأ مع أول تساؤل للسيد الهادي، وهو التعبير عن المسار أو التجربة الميدانية في هذا الحقل، حقل النضال من أجل البعد الأمازيغي في الهوية الوطنية. سيد الهادي، إذا أردنا أن نقيم مسيرة 36 سنة من النضال السياسي في هذا المجال، فما هو تقييمكم يعني كمناضل يعني تخرج من هذه الحركة؟ شكرا. أولا قبل التقييم، قبل التكلم على التقييم، أود أن أتراحم على أرواح مناضلي الجزائر عامة، وخاصة الذين سبقونا ورافقونا في هذا النضال، نضال من أجل قضية شرعية، قضية جزائرية، قضية ديمقراطية، وهي إعادة الاعتبار للهوية والثقافة واللغة الأمازيغية. وكلهم مناضلين للجزائر. علاش نقول مناضلين للجزائر؟ لأن ناضلوا لكي تبقى الجزائر دائما واقفة واحدة وموحدة. ويجي نزمر دنينين أخطار أك أي ديلان ذي ثيرة ومسوء ذي لسان أمازيغ أك ذي دنانك إمغنسن أما ذي قاذي بظن العفور بنا ذي قاذي مازالي ثندرن يالتي كلت مرادة درن أمس لي غفتو ثليث نغفير لسامازير تشودونت غار أمس لي غفتموث من الجزائري وكنا تيلي يوث يكدو وكدو ذا الجزائري وكنا ذي لي يوان. Donc c'est pour parler de l'unité de ce peuple et l'unité de cette patrie qui est l'Algérie. Et c'est pour ça que je rends hommage à toutes celles et à tous ceux qui ne sont pas aujourd'hui des nôtres. Et aujourd'hui, on assiste à une consécration de cette langue, de cette culture, de cette identité, dont le dernier amendement constitutionnel proposé par Son Excellence Monsieur le Président de la République. Maintenant, pour parler donc du parcours, je veux dire qu'il y a une masire الحركة الثقافية الأمازيغية من 80 إلى يومنا هذا. يوم بدير كان جيل قبل 80. أكيد، لكن نحن نتحدث عن الربيع العربي، الربيع الأمازيغي. الجزائر، سيد الهادي، الجزائر عندها ربيع واحد وربيع ديالنا. سي بوساك حنا نقولوا ربيع الأمازيغي هو ربيع الجزائري. Et en 80, le Harakat Thaqafi al-Amaziriya, le matlab al-Assassi, c'est d'astarat al-Lugha al-Amaziriya, qui est l'Lugha wataniya wa rasmiya. Wa tarqiya li thaqafa al-Amaziriya wa l-Huya al-Amaziriya. Et il y a eu des militants emprisonnés à l'époque. Et il y a eu donc plusieurs manifestations pour les soutenir. Ça, c'est un fait, ça fait partie de notre histoire, c'est-à-dire Al-Jazair. Et en 95, au 6-7, Al-Muhafaza Al-Samir Al-Amaziriya, après une année de boycott scolaire. Et il faut rendre hommage aussi donc, aux enfants du boycott. Et il y a eu donc pour la première fois les awwal marra idraj wa idmaj al-lugha al-amaziriya fi al-munazama at-tarbawiya wa fi al-manduma al-i'lam. Et donc on a eu donc la première promotion
qu'on a baptisé promotion Mamri, Mouloud Mamri, qui est un pilier de cette revendication nationale, cette revendication de toute l'Algérie. Il y a eu donc par la suite la création de département de langue et culture amazigh, érigé par la suite en institut institut de langue et culture amazigh. Ça, c'est pour parler de 1995. Et puis, jusqu'à 2001, منطقة القبائل عاشت أحداث أليمة، ونحن نترحم على هذا الشباب هذه المنطقة. مي اون اني ابخي ان 2002 بادر فخامه رئيس الجمهوريه بدستره الامازيغيه كلغه وطنيه، دونك كيتيكل تمنزوت ثوثليث تمازيغ ثوغال ثوثليث ثاغلناوث. دونك سا سي ان 2002، اي دو 2002 ا سو جور الميدا الساقية ثوغال ثوثليث تمازيغ ثوثليث ثونسيف. دونك Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a proposé un amendement constitutionnel pour que Tamazight devienne et constitutionnalisé comme langue officielle. Je pense que ça, c'est depuis 1988, à la Ségir, où nous sommes allés à la Ségir, où la Chachma, où nous sommes allés à la Ségir, où la Chachma, où nous sommes allés à la Ségir, où la Ségir, où nous sommes allés à la Ségir, où nous sommes allés à la Ségir, où nous sommes allés à la Ségir. Et Yagir, vous pouvez consulter tous les documents du mouvement culturel berbère, كل النداءات والتصريحات وكل ملفات الحركة الثقافية الأمازيغية المطالب الأساسية دسترت اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية. Et nous sommes aujourd'hui donc arrivés à cela. Je pense que ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, on peut parler aussi sur le plan de l'information. Toujours, في ميدان الإعلام الإنشاء. سوف نعود إلى هذا السيد الهادي نقطة بنقطة حتى نترك يعني الكلمة أيضا لضيوفنا. سيد دراري، يعني من بين الرهانات الكبرى التي دخلتها اليوم اللغة الأمازيغية يعني على بعد العرض الذي قدمه السيد الهادي، هو يعني كتابة اللغة الأمازيغية، كيف تكتب، يعني إدراجها في المناهج، يعني إعطائها الطابع العلمي. يعني أنتم كيعني خبير في هذا الميدان وكذلك مدير على مركز، أين وصلت هذه العملية وما هي استراتيجية العمل أو ورقة الطريق في المستقبل على ضوء التعديل الدستوري الأخير الذي أدرج اللغة الأمازيغية كاللغة الرسمية؟ شكرا على السؤال. أن الكلام تاعي راح يكون من منطلق مجال تخصص، لأنه لست مناضلا في الحركة الأمازيغية، وأقول هذا احتراما للمناضلين الذين عانوا معاناة كبيرة ووصلوا إلى ما وصلنا إليه اليوم. فلا أريد أن أسطو على نضالات آخرين. كل كلام تاعي مرتبط بالتخصص. التخصص هو علوم اللغة. لعل السيد الدراري يعني المناضلين أوصلوا القضية إلى يعني باب دخول الأكاديميين والخبراء من أجل يعني أكيد. ولهذا نشكرهم على كل هذه النضالات وعلى كل ما يعني تحصلنا عليه في الجزائر من تفتح ديمقراطي واجتماعي وسياسي وثقافي ولغوي. إذا هذا اللي نقدروا نلاحظوه يعني بارز، يعني ما نقدروش نغطيوه. كي نشوفوا 36 سنة بعد انطلاق أفريل 80، الآن إذا كان نشوفوا باللي اليوم راهي نقطة وصول، ماهوش وصول نهائي وإنما نقطة في مسار، ولكن الآن وصلنا. الأمازيغية أصبحت لغة رسمية على الرغم من كل ما يمكن أن يقال في التحرير وفي غير ذلك، وكل هذه الأمور يمكن أن تستدرك مثلا في القانون العضوي الذي يمكن أن يصدر في هذه الأشهر القادمة، إلا أن هناك أمر واقع الآن. اللغة الأمازيغية أصبحت لغة رسمية ووطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لو كان ننظر من الآن إلى الخلف نشوفوا المسار طويل، 36 سنة، لكن كاين تطور بطيء، كاين معاناة إلى غير ذلك، كاين قمع، كاين انسداد سياسي كان موجود. الآن وصلنا إلى كسر طابو
بدا في 1926، ماهوش في الاستقلال، منذ الحركة الوطنية كسرنا الطابو هذا، وهو أننا التقينا لأول مرة نعانق هويتنا الجزائرية المبنية على قاعدة صلبة اللي هي الأمازيغية بكل أبعادها الأنثروبولوجية وغيرها. إذن هذا قلنا، وراكي تشوفي الحديث تاعي ماهوش بعيد بزاف على الحديث تاع المناضل، وانما انا نشوف هذا من ناحيه سيميائيه ماهوش من ناحيه المناضل. فالان المسائل المطروحه امامنا هي كيف نحول هذه القرارات السياسيه، وهي قرارات مهمه جدا وشجاعه ينبغي ان نعترف بهذا، كيف نحولها في بعد انشاء الاكاديميه التي ينبغي ان تقام فقط على القضايا العلمية، لأنه الصراعات السياسية والإيديولوجية ينبغي أن تبقى في الأحزاب السياسية، وهناك أحزاب سياسية لأنه كذلك هذا جانب من الديمقراطية التي جاءت بها نضالات وهذا موجود يعني في التعديل الدستوري، يعني لترقية وتطوير اللغة الأمازيغية، يعني كنا نقولوا يعني ترقية وتطوير يعني فيها المسائل العلمية، لأنه معظم اليوم عندما نشاهد المشهد الأمازيغي نلاحظ أنه معظم هو مستند إلى الشفهي أكثر، يعني أكثر منه الكتابي، يعني هناك في السنوات الأخيرة فقط التي ظهرت يعني العنصر الكتابي. العنصر الكتابي هو جزء من تطور اللغة، ماهوش هو اللغة. بالنسبة للسانيين أهم شيء هو المشافهة، ماهوش الكتاب. الكتاب هو تصوير للمشافهة، بل فيه إنقاص من قيمة المشافهة. لكن هذا جانب من الجوانب. لما اللغة تدخل في المجالات الرسمية وتدخل في المجالات الصورية كما يسمي علماء الاجتماع اللغوي، حينئذ لابد لها من كتابة، لابد لها من تنميط، ولابد لها إذن من تهيئة لغوية، وهذا هو دور الأكاديمية. فالأكاديمية ينبغي أن تؤسس فقط على العلم وعلى العلماء، وليس لا ينبغي أن يكون هناك سياسيون فيها. السياسة تبقى قائمة لكن في الأحزاب السياسية. كي نتكلم عن التهيئة اللغوية، كل المسار هذا نتاع تمازيغ ذي الكول اللي كان مطلب في البدايه، الان راهي في المدرسه وراهي تعمم وراهي توسع، لكن التنميط لم يبلغ النقطه التي كان ينتظر ان تبلغه قبل ان تطبق في المدرسه. الان مطبقه في المدرسه لكن في نقص في التنميط. لكن مركزكم السيد دراري يعني مختص في هذه المسائل، يعني أنتم تعملون يعني منذ 2003 2004 يعني 2005. نعم يعني لكن كانت هناك يعني إجراءات قانونية، لكن يعني لا تختلف 2003 2005 يعني هناك مسار يعني في هذا. ما هو العمل الذي قدمتم؟ من الأحسن يعني ما نتكلموش على المركز هذا، المركز هذا في الواقع كان معطل منذ البداية، ما عندناش حق قانونا باش نجيبوا باحثين. ماهوش مركز بحث هذا، لكن البحث اللي قمنا به بحث، لكن بالتعاون مع باحثين مشاركين او باحثين ياتوننا من الخارج. ننظم ملتقيات علميه ذات قيمه عاليه جدا، عندنا مجله رفيعه المستوى، عندنا مجالس علميه الى غير ذلك. القضايا العظمى طرحت ونقشت، والان عندنا سبع يعني اعداد نتاع المجلة تمسلن تمازيغت نتاع المركز، اللي تقريبا ناقشت كل القضايا المرتبطة بتهيئة اللغة الأمازيغية. نعم. لكن البحث ينبغي أن يخرج من الجانب النظري ليلتقي بالواقع. نعم، هذه الأشكال إشكالية. السيد زردومي يعني في هذه النقطة، يعني عندما نتحدث عن دسترة الأمازيغية، أول شيء هو دخول الأمازيغية إلى المدرسة الجزائرية. اليوم نلاحظ بأن هناك يعني جهود تبذل وبذلت في هذا المجال، هناك 22 ولاية يعني فيها تدرس الأمازيغية في انتظار أن تبلغ السنة المقبلة 32، هناك
أيضا في إطار المسابقة التي فتحتها وزارة التربية، يعني هناك تخصيص لمناصب العمل الخاصة بتدريس الأمازيغية، يعني كيف ترون هذا العمل يعني اليوم المبذول؟ والله هذا العمل يعني لم يأتي هكذا وليد الصدفة، وإنما سياسة الأمر الواقع وهي فرض الواقع والتحديات والنضالات اللي تكلم عليها سي الهادي. أولا بعد 36 سنة من تفسوث أمازيغا لازم نتكلموا شوية من ناحية سيكولوجية، ما ننساوش أن الشعب الجزائري أمام صدمة لغوية، لازم نشيروا هذه الأمور، لأنه الأغلبية تاع الناس ما كانتش تنتظر هذه القرارات، يعني اللي هي شجاعة وفصل في الموقع الجيوسياسي تاع الجزائر. ربما كان من الصعب جدا أننا نخرج بقرارات مثل هذه ونتميز بخصوصيتنا الثقافية، خصوصية الهوية الجزائرية اللي تعطينا امتداد عبر تاريخ يعني مترامي في الأزمنة وتبني لمستقبل وعد إن شاء الله. هذه فيما يتعلق بالصدمة اللغوية اللي نتكلم عليها، الكثير من الناس يعني جاتها غريبة ومفاجأة، ولكن الإيمان العميق باللغة الأمازيغية والقضية والهوية موجود عند كل الجزائريين. تجاوز هذه العقبة، ومن ناحية العلمية كما يقول السيد دراري، احنا نتكلموا هكذا، تعتبر قطيعة إبستيمولوجية، قطيعة معرفية مع أمور كانت تعرقل الذهنية الجزائرية للاستمرار والامتداد في الزمن، وكأنه يعني هذه الأمازيغية راح توخرنا، وإلا كان رسمناها راح نرجع للماضي. لا، درنا قطيعة إبستيمولوجية، قطيعة معرفية، يعني ما كاش اليوم أمور اللي تخوفنا ولا تعقدنا ولا تجعلنا نخاف من الماضي أو نهاب من المستقبل. بالتالي جات الأمازيغية لترسخ هذا الامتداد، نعطوا لها الوقت. حتى لما نتكلموا بأرقام إحصائية ونقولوا 22 و11 ولاية و500 من 7 مل، هذه أرقام بالنسبة للباحثين، بالنسبة لذوي الخبرة كما سي الهادي كما سي دوراري كما نتكلم أنا اليوم كإعلامي منذ 96 في الأمازيغية، نعتبروها أرقام يعني لا تمثل شيء، لأن الأمازيغية طرحت كمادة اختيارية فاكولتاتيف، ولماذا لا تكون الأمازيغية مادة إجبارية حتى تدخل في معدل الطالب دخول يعني تاع بناء ان كورسوس مثلها، حتى يعني وزير الرياضه حاضر، حتى الرياضه يعني كثير من الطلبه يدوا فيها 18 وما يعرفوش الرياضه وطلع له المعدل. هذه لازم نتكلم عليها السيده هذه، وحتى ما نبقاوش لما نعالجوا ملفات في التوجيه الجامعي نعالجوها من منطلقات يعني خاويه. الامازيغيه جعلوها اختياريه، لازم تكون اجباريه. هذا هنا نكون أمام التحدي وأمام أمر واقع جديد يجعل كل الجزائريين يضاعفوا المجهودات للقاء هويتهم. فيما يتعلق ب 36 سنة الرابع الأمازيغي، هو عمر جيل يعني ماشي حاجة في تاريخ شعوب. ترونتون كاسكو سي ترونتون يعني في عمر الأمم. نعم، والأمم تتداول بثلاث أجيال، بأربعة بخمسة باش تبني حضارات، وحنا الاستقلال راها في عمره 62 سنة ماهيش حاجة في عمر أمة. 36 سنة بعد الربيع تفسوث أمازيغا 80 التي يعني حفظت الجزائر من كل الأشرار بعد ما شفنا ما حدث في الجوار. وهذا هذه من ناحية الاقتصادية نتكلموا عليها كبواقي كديريزيدي، ما كنا نعتقد أن في يوم ما ستحميني اللغة الأمازيغية والهوية الأمازيغية من أشرار تتربص بالجزائر من أماكن كثيرة ونظرا لحسابات ضيقة. بالتالي اليوم لما نقيم العملية نقدر نقول أنه مازال ما بديناش. هذا وين بدأ النقاش، هذا وين بدأ الوعي بالهوية، هذا وين بدأ الوعي بالذات، هذا وين خرجنا من الصدمة اللغوية. نعم سيد الهادي، يعني في هذه النقطة يعني ذكروا الأساتذة، ذكرتم أنتم أيضا في بداية حديثكم أن المطلب الأساسي هو كان للحركة الأمازيغية وما إلى ذلك هو دسترة الأمازيغية. اليوم ألا ترون بأن النضال السياسي يجب أن يأخذ يعني طابع آخر، طابع المشاركة مع العلميين من أجل يعني تجسيد هذا البعد الذي كرسه الدستور؟ احنا قلنا المسألة الأمازيغية كانت مسألة سياسية في البداية، كان فيه تهميش وإقصاء،
هذا منذ سنوات، واليوم نقف أمام شجاعة هذا القرار وإرادة سياسية قوية لفخامة رئيس الجمهورية في دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، ودسترة الأكاديمية للغة الأمازيغية كمطلب أساسي للحركة الثقافية الأمازيغية منذ سنين. أثي الدنيا استقفيلت ستو ثلاثة تمازيغت أسبيتو ثلاثة قيث لا ولاشيت أمان دي ثمان دوث لا كونستيتيسيون الدستور ورث اللارا في ثبوت اللارا دي لاكول ورث اللارا دي تلفزيون ورث اللارا تصدي راديوات أيا قيا تلا تمثلت تسرثيث الساقية يميتوغال تسو ثلاث تاغل نوث تسو ثلاث ثنصيفت إليا يوصي دوكين أكاديمي أندر أخذ من أذق ذشن يمسنون إيقاذ يمولان انتوسنا يكذي كذي قدشن ذي سداويت ما جو بونس ك هذه القضية سويت والأمازيغية اليوم تحتاج إلى عمل بحثي ومعرفي وعلمي دونك سي جو بونس كو سي سي سا ليسونسييل اي لو بلوز امبورطون ا دير اوجوردي باسكو كي نهضروا على المنظومة التربوية دونك نوتر امي دونك الى الى بارلي دو سا اوجوردي نو سوم ا اون ترونتان دو ولايا où l'enseignement de Tamazight existe. En 95, en 95, le Bidaya, on a 16 wilayat. اليوم الاف من الاساتذه راهم يقراو الامازيغيه في المدارس الجزائريه. En 95, c'était une poignée, une centaine. Donc je pense que c'est extraordinaire. Si on parle aussi de l'aspect de l'information, المنظومه الاعلاميه aujourd'hui donc il y a une télé كاين قناه تلفزيونيه الناطقه باللغه الامازيغيه لا شان دو aussi القناه الثانيه donc elle est en plein essor elle est en pleine expansion c'est extraordinaire et aussi donc في كل القنوات الجهويه في الاذاعات الجهويه il y a aussi donc la prise en charge de cette question amazigh et puis كاين حاجة مهمة جدا فيه موقع الوكالة الجزائرية للأنباء لا بي اس دونك اجوردي على ان سيت باللغة الأمازيغية وكان انطلاق هذا الموقع تحت إشراف تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وهذا دليل آخر بالتكفل الكامل في هذا بهذا البعد. Et je pense il y a aussi donc une prolifération de sur le plan de l'édition amazigh de livres de revues je pense que ça c'est extraordinaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui si on parle de si on veut encore parler de cette de cette langue de cette culture en dehors de l'aspect scientifique c'est une manière encore de continuer à politiser cette langue, cette identité, cette culture. Et je pense qu'il faut aujourd'hui dépolitiser, dépassionner ce débat. Et parce que, comme l'a dit l'oustad Dr Dourari, en 80, c'était l'emprisonnement. Aujourd'hui, elle est dans la Constitution. C'est extraordinaire quand même. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est un acquis كونسيديرابل مكسب يعني كبير ولازم يكون نتمنوه كجزائريين ونكونوا فخورين بدوله دولتنا اي ماتنون دونك شارج او سيانتيفيك دو ترافايي دون فاسون سيران اي دون فاسون ا بيرميتر لو ديفلوبمون اي لا بروموسيون دو سيت لانغ اي سيت لانغ كي ايت اون لانغ دو تو لي الجيريان. Ça c'est vous. Moi, je me réfère toujours aux documents du mouvement culturel berbère. Les documents du mouvement, les déclarations des militants du mouvement et les positions de ce mouvement, elles, toujours, cette question est intimement liée à l'intégrité territoriale et l'unité de ce peuple. Je vous donne un exemple qui dénote un peu, qui vous donne l'attachement de cette région. Quand on parle de la région de Kabylie, qu'on veut maintenant, certains
بعد ابخي جو دوغال المسلي غفايكين اون 2001 ابخي لي دولور ايفينمون كي اون سكوي سات ريجون لتا ا ليبوك ا بروبوزي اون سيسيون اكسبسيونيل اكستراوردينير اون دوزيام سيسيون يعني دوره استثنائيه لشهاده البكالوريا لمسابقه البكالوريا جهويه اي لا جور اوماج النضج السياسي للحركه المواطنه وكل التلاميذ سواء دو كوليج او الثانويات ايزون رفوزي ايزون دي نو فولون اون دوزيام سيسيون دوره ثانيه في شهاده في مسابقه لشهاده البكالوريا لكل الجزائريين et donc il et puis donc à l'époque donc le ministère de l'éducation nationale a accepté donc cette revendication nationale ça c'est juste un des points qui nous renseigne sur l'attachement de cette région à son unité nationale parce qu'à la limite après on peut il y a d'autres référents le référent de novembre 54 le référent du congrès de la Soumam تعبان كل قادة الثورة الجزائرية لكن سيد الهادي يعني نقطة مهمة خاصة أنه في المسار السياسي وفي المسار النضالي اليوم هناك بعض الأطراف التي تحاول استغلال هذه هذا البعد الأمازيغي من أجل يعني أغراض سياسوية من أجل تفكيك منطقة من أجل يعني ما ردكم على هذا خاصة بالنظر إلى دائما أعود بالنظر إلى نضالكم في الحركة الثقافية البربرية Le référent, c'est avril 80, le référent. À partir des positions d'avril 80, aujourd'hui, on peut faire une évaluation de ce qui se fait et de ce qui se dit et de ce que certains veulent faire de cette revendication et particulièrement le la confiner à ces trois régions. Nous avons dit le matlab, le haraka thakafi al-amazighia et puis tous les militants, à partir, et même citant Mamri, Mouloud Mamri, qui a sillonné toute l'Algérie, Sharqan, Gharban, Shamalan, hatta Aqsa, Janoub al-Jazair. Il a toujours parlé de l'unité de ce peuple, il a toujours parlé de cette revendication comme une revendication de tous les Algériens. Maksib, les kul al-Jazairiens. Et aujourd'hui, effectivement, donc, si on parle de l'événement d'aujourd'hui, Rabia al-Amazigh et Rabia al-Jazairi, donc, il y a eu des appels. Donc, des appels à certains veulent marcher parce que Ruminara, ils ne croient pas donc, à cet acquis qui est extraordinaire, important. D'autres appellent à une scission. À l'indépendance. Et c'était clair. هذه المنطقة منطقة القبائل. تيزوزو بجايا و بويرا. Moi, j'ai sillonné ces localités. وشاركت مع جمعيات و مناضلين و فنانين à qui je rends hommage parce qu'il y a une collaboration extraordinaire entre le mouvement associatif, le mouvement artistique et les institutions de la République. Donc, il y a un travail complémentaire et c'est extraordinaire. Et là, لازم يعني نتسألوا on se pose la question parce il a cité deux déclarations un je le cite Farhat Mehni qui prétend être le président du gouvernement d'un certain gouvernement provisoire de Kabylie vraiment c'est il n'existe que dans l'imaginaire dans son imaginaire et puis un autre que je cite aussi Bernard Henri Lévy, qui est Moufakker Ferenczi Ben Qoussin, connu, Marouf, Marouf dans ses positions. Mawakif Diallo fait l'Achret Souda, Hachna Achret Souda, fait Sened Mouchra, Hadm al-Jazair, après 1991, Sened Irhab al-Mujrim. Donc c'est quelqu'un qui a toujours voulu. Voir cette Algérie émiettée, cette Algérie dans un chaos, comme il assume aussi ce qu'il a fait au Jdelfi Libya, au Jdelfi Souria et Bab el-Bouldan al-Okhra, Kharab. Et aujourd'hui, il s'associe à ce personnage pour dire, pour appeler
à soutenir les séparatistes kabyles. Il n'y a pas de séparatistes kabyles. Ils n'existent pas. Ils n'existent que chez ce personnage. Donc il y a toute une connexion, toute une jonction de pays étrangers avec un certain nombre de personnes ici en Algérie. Et là, je dois aussi dire qu'aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont marché à Tizi Ouzou parce qui ne se retrouvent ni dans un ni dans les deux appels d'aujourd'hui. Ils sont dans le milieu. Et là, on ne doit pas les exploiter, leur présence aujourd'hui dans cette marche. Je tiens à le préciser. Parce qu'il y a des militants qui ont marché pour dire nous sommes là pour rendre hommage aux militants. Peut-être même, ils ont même mis en valeur la consécration de Tamazight comme langue nationale et officielle. Ils ont même dit dans certains journaux, hier, c'était un combat, aujourd'hui, nous sommes dans une consécration. البارح نضال واليوم تكريس هذه اللغه ودسترتها في ودسترتها دونك سي اكستريمون دونجورو اي لا اي فو كو ميم كون اتير لاتونسيون بور دير كو سيت ريجون سي اون ريجون انتيمون ليي او ديستان ناسيونال اون ا فيو اون بو سيتي ليكزومبل دي فونيراي دان شيف هيستوريك حسين تحمد الله يرحمه الله يوسع عليه هي الجزائر ودعها برساله وحدة الوطن اي دونك جو سيت حسين احمد الله يرحمه الله يوسع عليه كوم جو سيت سي الحافظ كوم جو سيت عبان كوم جو سيت كريم اي لا اشاك فوا اي دوتر عمران زعموم نيف كولونيل عيسى تيدي الله يرحمه الله يوسع عليه كانت القضيه الوطنيه هي قضيه وطنيه اي بوي كونت اون برون لي فوتو قادت الثوره الجزائريه شو فو فوايي دون توت لي فوتو اي سون اوني اي سون انسامبل Et Kerim Belkacem, quand il a signé les accords d'Évian, il a signé pour une Algérie, l'Algérie une et indivisible. Donc c'est pour ça qu'on doit faire extrêmement attention, parce que ce personnage que j'ai cité, il veut faire de l'Algérie ce qu'il a fait en Libye, et c'est ce qu'il a fait en Syrie, et c'est ce qu'il a fait ailleurs. Et là, la réponse, je pense, elle est claire, c'est que cette région, elle ne peut en aucun cas se détacher de son destin national. Et j'ai cité donc les enfants du boycott, j'ai cité les militants du Printemps Noir, des enfants qui ont refusé une session extraordinaire régionale pour un examen d'un baccalauréat. Donc je pense les institutions de la République et les citoyens dans ces régions sont mobilisés pour faire échouer ce plan machiavélique, parce que l'Algérie, elle reste debout, elle dans sa souveraineté, et l'Algérie, elle respecte la souveraineté des autres. Et puis, il faut quand même parler de la présence dans nos frontières de notre armée nationale populaire, à qui nous devons tous rendre hommage, avec tous les corps constitués des services de sécurité, qui veillent au grain pour protéger ce pays et protéger son intégrité. نعم حتى البعد الامازيغي يعني عندما نتحدث عن البعد الامازيغي نتحدث عنه كبعد وطني وليس بمنطقه يعني من تلمسان الى تبسة ومن الجزائر العاصمه تيزي وزو الى تمرست يعني اخر لقطه. سيد دراري يعني بحكم يعني المرجعيه العلميه لكم الا ترون بانه ان يعني البحث العلمي وتكريس وتجسيد هذه النظريه او هذه القوانين وهذه القرارات التي اتت في الدستور وما الى ذلك والتي سبقتها يعني في قرارات اخرى، الا ترون بان البساط العلمي هو احسن رد من اجل تكريس هذه هذا البعد كلغه وكتراث وثقافه؟ والقضايا العلميه في الواقع والمؤسسات العلميه هي تتويج. بدات يعني هذه بدات في سنه 90 92 مراكز الى غير ذلك، مش ما نعاودوش الكلام اللي تفضل به السيد الوزير، انما كان حبيت نرجع لنقطه تكلم عليها الاستاذ زردومي وهي قال على لا ريبتور ابيستيمولوجيك. واش حدث يعني في القطيعه هذه؟ واش حدث في الواقع؟ كان النموذج السياسي للدوله الجزائريه كان مبني على كل شيء احادي، كان حزب واحد، لغه واحده، وكان عندنا هويه واحده وهي هويه وهميه، يعني قال عربو اسلاميك واللغه العربيه المدرسيه
وحزب التحرير الوطني هذاك واش اللي كان، هذاك هو النموذج لو باراديغم سوسيو بوليتيك دو ليبوك ايتي بازي سور لونيسيتي. كان غير هذا ما كاش هذا. وين رانا من هذاك الوقت؟ اوني بلو دون سو باراديغم. يعني كاين تطور حتى في نمط التنظيم، التنظيم الاجتماعي السياسي والفلسفه السياسيه تغيرت في الدوله الجزائريه. يمكن مازال ما بلغتش ذروتها، لكن راهي في طريق غير هذيك الاحاديه اللي كان ما عندهاش. سيد دراري، يعني في هذه النقطه هل نستطيع القول بانه الامه يعني الجزائريه تتقدم يعني في مجالها العلمي وفي تكريس هذا البعد، والجانب الحزبي الجمعوي لا زال لم يلقى الى هذا المستوى الذي وصلت اليه؟ يعني نمشي بسرعتين مختلفتين. لا يمكن، يعني انا اليوم مثلا يضيق المجال يعني الوقت باش واحد يطور. نعم. القضيه لانه اليوم يعني هناك دستره، هناك مؤسسات خاصه بالامازيغيه، هناك يعني مراكز، هناك يعني تثمين للتراث ايضا من خلال المهرجانات وما الى ذلك. لكن الخطاب السياسي نراه دائما، يعني الخطاب السياسي الذي كان في الثمانيات لهذه الأحزاب التي تحاول الاستثمار في هذه في هذا البعد، يعني لم يتغير بالرغم من تغير يعني المحيط. معذرة، هاني نجيك للنقطة هذه. نعم. تكون هي في النهاية. إذا كان رجعنا بسرعة للمطلب تاع أفريل 80، كان فيه أبوبري يعني ثلاث نقاط أساسية، ما عادش نتكلم عليها بزاف يعني باش ما تخافيش تقولي راح يقعد هنا يهضر. كاين الاعتراف باللغة الأمازيغية وإدخالها في المدرسة، تمازيغ دي لاكول. ثم الثانية كان يتكلم على اللغة العربية الجزائرية والشخصية الجزائرية لالجيريانيتي. والثالثة كانت قضية الديمقراطية. يبدو لي بأنه في كل هذه النقاط قدمنا بزاف. قدمنا بزاف، يعني يمكن مازال ما بلغناش الحد، لكن قدمنا بزاف بفضل هذه النضالات. ثم في النهاية لو كان نشوفوا مثلا كل النقاشات اللي هي صارت مثلا في وزارة التربية منذ 2015، واش كانت؟ هو إعادة البرامج التكوينية لتؤسس على ماذا؟ على الشخصية الجزائرية. كان في حدود 2% من البرامج التربوية اللي كان فيها الجزائر، يعني في البرامج تاع تدريس التاريخ في المغرب، في المملكة المغربية كان فيها تاريخ الجزائر أكثر مما كان موجود مثلا في تدريس التاريخ في الجزائر. إذا هناك نقلة نوعية، لأنه وزارة التربية هي جزء من الدولة الجزائرية وجزء كذلك من الإكزيكوتيف، يعني من السلطة التنفيذية، وتقوم بمثل هذه الثورة في البرامج، أو تحديث المناهج وتحديث المناهج يعني التعليمية لا ديداكتيك، وكذلك المحتويات بحيث ترجع إلى الشخصية الجزائرية، تعطيها قيمة كبيرة جدا وتعطي للعلم قيمة كثيرة. هذه نفس المطالب كانت موجودة كامنة وكانت كذا مصرح بها في واسمو تاع أفريل 80. نتكلم الآن الجزائري الآن والشخصية الجزائرية هي نتاج لتاريخ، تاريخ تقريبا فيه مليونين سنة. إذا كان كشنار حبيت نتكلم لك مليونين سنة مش مشكل، لكن هذا التاريخ هذا مبني على ركيزة أساسية هي الأمازيغية. إذن الجزائري اليوم هو جزائري أولا وقبل كل شيء. هناك شيء جديد أنثروبولوجيا، من ناحية الأنثروبولوجية الألجيريانيتي اللي اكزيست كما موجود الأمريكانيتي، ولا كما موجود الفرنسيتي، ولا كما موجود حاجة واحدة أخرى. الناس اللي عندهم مواقف أخرى غير المواقف اللي هي تقريبا مهيمنة في الجزائر، اللي يقول لك مثلا أنا حبيت وحدي برك أنايا ندير دولة. سؤال أول، يعني سؤال والله العظيم يعني نقوله بكل بساطة، ويعني ما فيش يعني حاجة، يعني اللي يضطر باش يدير حاجة في المهجر، وعلاش ما يديرش برلمان ويدير حكومة؟ يا اخي راهو حر يدير برلمان، بصح البرلمان فيه انتخابات، هذا هو المشكل. البرلمان فيه نقاشات حول السياسات، وما كانش يعني رئيس اللي يقدر يدير واش يحب. اذا يبدو لي بانه الخلفيه
خلفية ماهيش ديمقراطية وإلا ما يحدث هكذا. ثم هذا رأي من الآراء. من الآراء. وتنظيم الدول ما كانش فيه غير نظام تاع الدولة الأمة. لكن النظام الطاغي في الجزائر والنظام اللي سمح للجزائر والجزائريين يعني باش يكونوا هذه اللحمة الموجودة حاليا وهذه الوحدة الموجودة حاليا والتطورات اللي عرفوها والانتكاسات اللي عرفوها كل الجزائريين معا. وإذا كان فيه رموز وحدة وطنية، الرموز هذه العالم الوطني، النشيد الوطني، وحدة التراب الجزائري، وجود دولة جزائرية، وجود دستور وقوانين، وجود يعني كل هذه المؤسسات هي التي، هذا نتكلم لك من ناحية الأنثروبولوجية سي لا سيونس، سي با ماهيش كلام يعني هكذا برك، هذه هي اللي اسمها رموز الإدماج الوطني، لي سيمبول دانتيغراسيون ناسيونال، هادو موجودين. اللي يحب يخرج راح يسهل عليه اخويا يخرج على روحه، يعني ما نشوفش انا باللي الاخر راح يهدد الوحده الوطنيه باسكو واحد التقى برنار اونلي ليفي ولا التقى بالصهاينه في 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 اسرائيل، الله يسهل عليه. لكن هو ما لازمش يتصور باللي هو راه رئيس الضمير الجزائري، الضمير الجزائري راه موجود في مكان اخر وعنده الرموز تاعو. يعني البعد الامازيغي نعود ونقول بانه ليس بعد لمنطقه وانما بعد لكل الجزائريين. لا لا هذا اكيد من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ومن اقصى الشمال. اقدم انسان انسان امازيغي موجود في معسكر. ماهوش في تيزي وزو. هذا هو الواقع. كاين في بجايع مثلا هذيك الاخر تاع افالو كاين ثاني اخدم انسان. تروحي في 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 باتنا تلقاي لوم اتيريان موجود ثاني تاع بير العطر. هذه اذا هذه كلها وحده ترابيه قلت لك عندها اكثر من 2 مليون سنه. الحفريات تبين هذا والتاريخ من 80,000 سنه قبل الميلاد 80,000 افون افون جيزي كري. هذه تبين بان كاين وحده ترابيه ووحده بشريه موجوده متواصله في كل هذه المنطقه وهما اجدادنا الامازيغ. هذو هما. الا ترون السيد زردومي انه من بين الاساسيات اليوم الخروج من هذا النقاش السياسوي الى تثمين الشخصيات والاعلام وكذلك الموروث الامازيغي بصفه عامه في الرهان المستقبلي الجزائري، يعني لانه اليوم يعني في الوقت الذي نرى فيه ان هناك خطابات سياسيه وما الى ذلك، لكن لا نرى بان هناك خطابات لتثمين هذا التراث، لتثمين هذه الأعلام التي عرفتها في الأمازيغية التي عرفتها الجزائر وكانت لها يعني بعد دولي، اليوم يعني تدرس في الجامعات الغربية. في الوقت اللي تعرف الجزائر وتشهد يعني تصالح مع الذات ونضج ووحدة الوعي وتعيش فكرة سامية حققتها وأنجزتها وكرستها وكانت في الأحلام، تظهر يعني طفيليات حتى تسرق الأضواء من الشعب الجزائري من جوهر المشكلة والنقاش. هذا الناس لازم يكونوا على علم أن الشعب الجزائري دائما هارب للأمام فنيا وثقافيا وإبداعا، لأنه عندنا في الجالية في الخارج من الإطارات ما يغمي هذا الطفيليات بإبداعها وبإنتاجها الفكري. الوعاء اللغوي الذي تعيشه الجزائر الآن تجاوزناه. لماذا؟ لأن لو نديروا تحليل محتوى لخطابات الجزائريين على مستوى الإعلام ولا على مستوى لغة الكمبيوتر الشات ولا التاج ولا كل ما يتعلق، نلقى أن الجزائري أصبح يكتب العربية بالحروف اللاتينية و لا يبالي بالقواعد والنحو والصرف ولا جرامير ولا أورتوغراف ولا كونجيزون، وفقدنا كل المعالم اللغوية وأننا نعيش في وعاء لغوي. ولكن الظاهرة ليست مرضية، الظاهرة صحية. لماذا؟ لأن بإمكان الجزائري أن يتدارك في أي لحظة لما يتعلق الأمر بالهوية، لما يتعلق الأمر بإثبات الذات، لأن ما عشناه من الهزات وما عشناه من الأزمات ومن يعني ناس كنا نعتقد أنهم إخوة وجوار أصبحوا يسبون الشهداء أيقظت الوعي.
الوعي الشعبي وإيقاظة الوعي الجماهيري، ويعني دارت واحد ليفيرفيسونس، واحد الغليان بتهافت الجزائري على هويته. ولما طرحت السؤال فيما يتعلق بالأعلام والمعالم والهوية والطقوس كلها، يعني الواحد يدخل لأي مكان في الفيسبوك ولا في الانترنت ولا في المواقع المهتمة بالتراث الأمازيغي والثقافة الأمازيغية والثقافة الجزائرية إلا وينبهر بما تكنزه الثقافة الوطنية من وقت ماسينيسا ومن وقت نوميديا ومن ما قبل التاريخ، كما قال الدكتور، من يعني الإنسان القديم. لماذا؟ لأن الجزائري الآن أصبح مع موعد مع الهوية، تصالح مع الهوية، تصالح مع الذات، رغبة في إثبات الذات وتجاوز الترهات، وكل من يعتقد أو ينصب نفسه أنه وصي على الشعب الجزائري. نعم، لا نتحدث عن الجزائر بشكل فردي، لكن نتحدث عن الوعاء السياسي والوعاء الجمعوي والوعاء الثقافي الذي يحض يعني على هذه البعد الأمازيغي. سيد الهادي، يعني من خلال إقرار الدستور الجديد أو التعديل الدستوري الأخير للأكاديمية، نلاحظ بأن في ذكر الأكاديمية هناك يعني بعد علمي لهذه هذه الفكره وهذه هذا القرار. يعني كيف ترون انتم كمناضلين، يعني في الحركه، كنتم مناضلين في الحركه الثقافيه البربريه، يعني المنتظر في النضال المقبل على ضوء هذه القرارات؟ Nous avons dit à partir du moment où cette langue est constitutionnalisée, cette identité et cette culture. Nous avons dit à partir du moment où il est créé une académie de langue rattachée à son excellence monsieur le président de la République. Yani dastarat insha academia lilugha al-amazighiyya wa wudi'at tahta al-wisaya wa al-ri'aya al-samiya li fakham rais al-jumhuriyya. Je pense je l'ai dit tout à l'heure, هذا يعتبر تسوية القضية. دونك maintenant on doit mais jems نسيسو يكون فيه تسييس هذه القضية. parce que si on le fait ça ne profite ni au pays d'une manière générale, encore moins à cette question, la question linguistique amazigh. et aujourd'hui Et dans cette académie, M. Doulary, donc il l'a précisé, il faut donner la place qu'il faut aux scientifiques, aux chercheurs, aux universitaires. Ils vont travailler d'une façon dépassionnée, d'une façon sereine, d'une façon rationnelle et d'une façon scientifique. Donc il revient à eux maintenant de travailler... la langue. Donc ça c'est une des revendications من احد المطالب الحركه الثقافيه الامازيغيه. et avant même les 80 c'était une des revendications des militants dans les années 60 et dans les années 70, parce qu'il y avait un enseignement de cette langue à l'université d'Alger par l'intermédiaire de la Moussna ou Mouloud Mamri. Et puis plus tard, dans les années 80, dans les années 90, Rassagir. Rafaïa Guid n'a d'assagir, il bouid, il mousnaoun, il maoulan en toussna, il wakna d'kadishan, il s'ka mousagir, toussnaouith, il wakna d'gerzan, ou d'sijhidan, ou d'hounan, l'kadish, rafthuthleith, n'tmazir, il wakna, at-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 
aujourd'hui, il y a des milliers d'enseignants. Il y a des milliers de magistères, il y a des gens, il y a des doctorats. Ils sont nombreux. Donc on doit aujourd'hui leur faire confiance. Et puis c'est donc une amorce, c'est un début. Faire un règlement définitif de cette question liée donc
à la langue. Non. Je pense qu'aujourd'hui, depuis 80 à ce jour, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est un pas très significatif. Et je pense, quand la question identitaire, la question linguistique et culturelle est consacrée dans un texte, dans la loi fondamentale, c'est la première loi. Il est important de rappeler qu'en C'est dans l'imaginaire de certaines personnes. Mais aujourd'hui, depuis 95 à ce jour, je pense que la réalité, elle est là. C'est des milliers d'enseignants qui sont dans le système éducatif national. C'est des milliers, et pour ne pas dire des milliers d'élèves, des apprenants de cette langue, et à l'échelle d'une trentaine de wilayas, et on a même Smatum Iltizam Zamila Wazir Tatarbiya Watania qui a parlé d'aller vers plus d'une trentaine et puis Inch'Allah Ta'amim Tadris Lugha Al-Amaziriya عبر كل هذا الوطن العزيز وطن الجزائر. نعم سيد دراري، يعني من المنطلق العلمي اليوم، يعني اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، كلنا يعرف يعني أنه حتى تكون هناك اللغة يجب أن يكون هناك قواعد وما إلى ذلك. ما هو تصوركم اليوم، هل بالشكل الذي موجود اليوم يعني ممكن التصور لغة واحدة رسمية هي اللغة الأمازيغية، يعني تجمع كل اللهجات، يعني في نظركم؟ يمكن هذا في نظر السياسيين وفي نظر علماء اللغه كاين بعض الفروق. حبيت نقول لك مثال موش ليك هذا للمستمع بالقبيليه، يقولوا على النقطه اللي تكلم عليها من قبل، يعني هذه التيارات الانفصاليه الى غير ذلك، يقولوا ذاق الواش استمرتيس اكس غزم في نقلين، يقول لك يعني هذاك العتروس هذاك باللحيه تاعو قال لك هو اللي عاد ياكل الشجر. يعني سمع نورمالمون واحد يكون وقور، يكون عنده يعني نوع من الهدوء من الحكمه، هو اللي يروح يفسد. بصح من ناحيه واحده اخرى، دائما في القبيليه يقول لك ايزم والقذره في وظفين، يقول لك السبع ما يروحش يلقط النمل باش ياكله، السبع اللي تيب حوايج يعني مهمه جدا. يعني في عكس التيارات هذه الانفصاليه، الجزائر قلنا دارت قطيعه مع الاحاديه الحزبيه الى غير ذلك، ليست انفصاليه فقط سيد دولاري، ولكن هناك التشكيكيه ايضا في هذه فيما وصلنا اليه. معليش الناس عندهم الحق يقولوا، بصح كاين وقائع هذه ما يقدرش ينكرها واحد. اذا كاين فكره اللي موجوده يعني في العلوم الاجتماعيه عموما يسموها التعدد الثقافي المبني على المواطنه. الان الجزائر في النصوص تاعها القانونيه ولو ما تقولهاش هكذا، لكن هذا هو. اذا مازال ما بنيناش المواطنه، يمكن مازلنا يعني مسار باش نبنيو المواطنه، مواطنه سيتوينتي، يعني الاعتراف بالاختلاف والاعتراف بالحريات الفرديه والجماعيه هي موجوده الان في الدستور الحديث هذا. حريه حتى المعتقد الديني، يعني كاين في حريه، يعني تقدر تدين وتقدر ما تدينش. هذه جات في الدستور هذا بلا ما نأله، خطر فيه مشاكل كثيره كذلك الدستور هذا. اذا هذه هي الحلول. بالنسبه للغه الامازيغيه باش نتكلموا من الناحيه التقنيه، هي موجوده منذ قدم التاريخ على شكل متنوع. ما تقدرش الدوله الان تاخذ قرار قال نوحدوها، هذه ما كاينش منها، داروها في المغرب. سيتان فولونتاريزم، يعني النيه حسنه طبعا، لكن لوين وصلت؟ الى انسداد. اذا
الطرح الأكاديمي هو أن هناك عموما ثلاثة إلى أربع أنواع لغوية موجودة في الجزائر هي المهيمنة من حيث عدد الناطقين بها. عندنا اللغة القبائلية فيها حدود 6 ملايين يعني إلى 7 ملايين من الناطقين بها. عندنا اللغة الشاوية ما نقولش شحال خطر كاين صاحبي هنا شاوي. عندنا اللغة المزابية كاين 300,000 ما كانش بزاف. وكاين اللغة الترقية في حدود 40,000 يعني هذا واش عندنا. لكن هذه أنواع لغوية متباينة لازم نعرفوها مليح. كاين قرابة بين الأمازيغية تاع المزاب والأمازيغية تاع الشاوية يعني في ببعض الجهود ممكن يتفاهموا، لكن بين القبيلية والمزابية وبين القبيلية والشاوية كاين بعد لغوي على الرغم من وجود كذلك مجموعة من الأمور تكون متشابهة. ففي البداية إذا كانت هذه الأكاديمية تكون موضوعة على أسس علمية عليها أن تجعل هذه التهيئة خاصة باللغة القبائلية وتهيئة خاصة باللغة الشاوية وتهيئة خاصة بالمزابية وتهيئة خاصة باللغة الترقية، ثم تراعي إمكانية يعني الالتقاء لا كونفيرجنس، يعني أنه في المستقبل دائما كي تكون مثلا المفردات الجديده العبارات الجديده الى غير ذلك تحاول ان هناك ايضا مفردات دخيله يعني من خلال ما تعرضت يعني كاي لغه لها يعني تتعرض الى كما اللغه العربيه حتى في لغه القران حتى الكلمات الاساسيه الفردوس جهنم السجنجل الاستبرق الصراط هذه كلها كلمات. سيد بردومي يعني هل لديك يعني اضافه في ما يخص الجانب العلمي للغه لانه لعل في المسألة الثقافية والتراثية يعني كانت هناك يعني خطوات يعني عملاقة في هذا احنا دائما يبقى الجيتو تاعنا هو العلم لأن تعلمنا أننا نتعامل مع الأشياء بأسلوب منهجي. أولا هذا الشيء اللي رانا فيه اليوم اللي سميته أنا لبان لينغويستيك اللي هو الوعاء اللغوي ماهوش غريب لان الجزائري عايشوا من قبل عايشوا في السوق لما يسوق يهدر الدرجه لما يروح للعرس ولا يروح للجنازه يلقى نسيبه قبيلي ولا شاوي ولا اللي اوبليجي يسمع لنسيبه ويتعلم ولا يعرضوه ضيف. هذا التلاقع وهذا التثاقف اللي راه موجود عند الجزائريين ربما كانوا يحسوا بالغربه لما يمشوا لفرنسا وكندا والجهه اخرى اليوم ماهمش غراب في بلادهم وواحد ما يجي يخلق لهم حواجز لغوية بين الجزائريين فيما يتعلق باللهجات أو أشياء أخرى. إذن أنتم يعني تذهبون إلى ما ذهب إليه الأستاذ الدراري يعني من خلال يعني تلاقي لهذه اللهجات. لا أنا لا أؤمن بالنقاش العقيم الذي يعقم الأمازيغية. النقاش العقيم الذي يهدف أساسا إلى تعقيم الأمازيغية. الأمازيغية ثرية ولها من أبنائها ما يمكنه إبداعهم لحمايتها وإثرائها ونتركها للشعب كما فعل بن مهيدي نخلو الأمازيغية للشعب يفصل فيها لأن أولادنا اليوم يكتبوا العربية باللاتينية واللاتينية بالأمازيغية وروح يلقيها معهم في الانترنت. نعم نعم سيد الهادي يعني كلمة أخيرة في هذه الذكرى يعني المميزة. مرة أخرى أنحني أمام أرواح كل المناضلين ونحن اليوم في عهدة السلم عهدة السلام عهدة المصالحة الوطنية وهذه سياسة وحكمة فخامة رئيس الجمهورية وكملت بدسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية وإنشاء أكاديمية ثغرينو ثمرتنا الجزائر الكبالي ناس أتسان ذي لسان أتسان ذي لهنا هي كي أتاس نتمي وين تيفرانين ورنقفيلاش هي كي فغانا ذوين الجزائر تفرق وفغانا توالين ذير لي حالة أكن لانت ثمورا إغدي الزين. أجوردي نو سوم انتربولي
parce que tout à l'heure, donc c'est pas pour contredire mon frère et mon ami Dourari, mais les propos de ce soi-disant intellectuel français et qui appelle à soutenir les séparatistes kabyles nous interpellent en tant que militants, en tant que citoyens. Parce qu'il est connu dans ses positions du chaos. C'est des milliers de loulouf, de chouhada, ou à quel nid il soit à tasse et d'âme de chouhada, ou à l'oulouf, il n'a zoran, tu dois clouer, et que des gars de crédemen, à main dans les institutions de la République, et oui, il y a un cours de l'air, et donc c'est pour ça que chez Théarino, un doux que la fosse de fosse, c'est une tigmate. À quel niveau il est le chassas? لما عندنا دوكلي وكني انقرز ونرفض ثمره الجزائر الكماليناس اثم نعطينا القبائل تحواج لهنا تحواج تلويث خاطر طاس لي حالات ديريثن تقريحنت نعدا ديسنت اما لا ديسيني نوار رفراف اما تلوفت نزوج الاف واحد سيكيا كوري لا قرا دوغال ان شاء الله اذا من ان شاء الله الشوال حشيني عندنا نفلنا اي بي نوغال 1080 لحفوس السياق لا ذي اللي سار ذي لهنا وثروة نطمنات القبائل أتعيشها من ثروة الجزائر الكمالينس نعم لكن تفغان لكن باش هذا كملا كان ويلاق اني لي ذي قاد يفنون ونحواج لفنير يثم نعطينا خطر لا كابيلي ا بوزوان دان ديفلوبمون دورابل سور تو لي بلان ايكونوميك سوسيال كولتورال سبورتيف Et donc, et puis elle a besoin de paix nirthid khassil al khilaf khassil al khassas la mana andukel fiun al ray al ray de l'avenir telwith et thmnat al qbayl et thmnat al jazair slik melis wdi rahma rabbi shuhada حتى يعني خدمة البعد الأمازيغي لازم له يعني محيط والمحيط هذا لازم له استقرار والاستقرار هذا لازم له تنمية يعني هناك تكامل يعني بين هذا وذاك لأنه يعني عمل أي شيء يستلزم الاستقرار السلم والتنمية والتنمية هي ربما المعركة التي يجب أن نخوضها في جميع يعني المناطق وفي جميع التراب الوطني من أجل خدمة هذه القضايا في الاستقرار وفي السلام. السيد معالي وزير الشباب والرياضة السيد الهادي ولد علي والمناضل أيضا شكرا جزيلا على هذا الحضور وعلى هذه المعلومات المقدمة وعلى هذا التحليل يعني القيم المقدم في هذا اليوم المميز في 20 أفريل الربيع الأمازيغي. شكرا أيضا موصول للدكتور البروفيسور عبد الرزاق الدراري وهو أستاذ التعليم العالي وعلوم اللغة والترجميات ومدير المركز الوطني البيداغوجي لتعليم التمازيغت. شكرا على الحضور وعلى هذه المعلومات. نشكر أيضا الزميل سابقا والدكتور الأستاذ الدكتور محمد زردومي وهو أستاذ التعليم العالي لعلوم التربية بجامعة الجزائر. الشكر موصول أيضا لمخرج الحصة محمد لمين محروق وإلى المشرف محمد لمين بوفناية وإلى الفرقة التقنية التي خدمتنا ولكم مشاهدينا على كرم المتابعة. إلى أن نلقاكم في عدد جديد في أمان الله. شكراً.